اخشاب المطابخ، الكونتر والام دي اف والخشب الطبيعي، والدهانات المختلفة لكل نوع فيها. لو حضرتك او حضرتك بتجددي مطبخك او بتعملي مطبخ جديد، لما هتسألي على انواع المختلفة لخشب المطابخ هتحسي ان انت في حيرة كبيرة بسبب كتر الانواع والاسماء اللي بتسمعيها، وهتحسي ان في مليون رأي وكل واحد بيحاول يثبت ان رأيه هو الصح والخامة اللي هو بيشتغل بيها هي افضل خامة. ما تقلقوش، في الفيديو ده هنتكلم بطريقة بسيطة وبالتفصيل عن انواع الاخشاب دي وايه عيوبها وايه مميزاتها. دلوقتي بقى تصلوا على النبي كده وتجهزوا فنجان قهوة او كوباية شاي جميلة ونبدأ مع بعض كده ونتكلم واحدة واحدة عن كل نوع منهم ومميزاته وعيوبه ونفصله واحدة. لو اول مرة تشوفوني على اليوتيوب، انا المهندس محمود الشامي ودي قناة مهندس معماري. اعملوا سبسكرايب للقناة وشوفوا باقي الفيديوهات اللي قبل كده، ولايك لصفحتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير للحلقة علشان توصلوها لأكبر عدد ممكن من الناس. يلا بينا. في البداية هنتكلم على حاجتين في موضوع الخشب ده، الخشب نفسه الداخلي والطبقة الخارجية اللي بتبقى عليه. نتكلم عن الخشب الداخلي ده ونشوف ايه هي انواعه اللي موجودة في السوق. الخشب الطبيعي بيطلع من الاشجار اللي بيبقى ليها ساق كبير، الساق نفسه بتاع الشجرة ده لما بيكون كبير تقدر تطلع منه الواح خشب طبيعي. بيبقى فيه سيقان صغيرة او اشجار بيبقى الساق بتاعها صغير، فده ما تعرفش تطلع منه الواح خشب طبيعي. بياخدوا السيقان الصغيرة دي وبتتقطع شرايح، تبقى شرايح صغيرة بتتضغط وبتتكبس كويس مع بعض وبيطلع منها خشب زي ده اسمه OSB، وده على فكرة من أقوى الأخشاب المصنعة، وده طبعا بسبب التوزيع العشوائي للشرايح دي اللي بيخلي التمدد والانكماش يبقى متوازن في الخشب ده. وطبعا بيبقى فيه منه سمكات مختلفة وتخانات مختلفة. بعد كده في بواقي أخشاب بتبقى من باقي تصنيع الخشب الـ OSB ده. طبعا في ناس بتسمع كلمة بواقي والأخشاب أو بواقي التصنيع بتفتكر إن هي يعني حاجة مش مهمة أو نوع خشب تعبان أو ضعيف، لا بالعكس. طبعا البواقي الصغيرة دي بيتصنع منها خشب اسمه الشيب بورد، عندنا في مصر بيسموه خشب التبن، ده بيبقى وزنه خفيف برضه وبيطلع منه تخانات وسمكات مختلفة. بعد كده الخشب بيطحن بشكل أفضل شوية ويبقى درجة طحنه أنعم شوية وبيتعمل منه خشب الـ MDF بالشكل ده، بيبقى خشب حبيبي ناعم مفهوش الفراغات اللي موجودة في الخشب الشيبورد، وبيبقى وزنه أتقل منه. وعموما الأخشاب المصنعة دي بتيجي على شكل ألواح وليها مقاسات ستاندر، بتبقى 244 في متر 22 أو 280 في 12، والأولاني هو الأكتر في الاستخدام شوية. كل نوع من الثلاثة اللي اتكلمنا عليهم دول ليه مميزات وليه عيوب، بس يعتبر الـ OSB هو الأكثر مقاومة وتحمل للعوامل الجوية. التشيب بورد عشان فيه فراغات بين الخشب الحبيبي اللي فيه، فبتبقى مقاومته ان هو يتني او يقوز زي ما بيقولوا كده او يبحر، بتبقى مقاومته للانحناء اعلى بكتير من الـ MDF، فعشان كده هو بيبقى كويس جدا لما بيكون بتعمل رف او حاجه، لان لو عامله MDF او خشب طبيعي ممكن مع الوقت يبدا يقوز شويه، انما الشيب بورد لا. وطبعا زياده على كده هو وزنه خفيف كمان، فلما بتعمل بيه ضلف الدولاب او ضلفه كبيره ما بيبقاش حمل على المفصلات زي الـ MDF. بس طبعا في عيب ان انت لما بتيجي تركب فيه مسامير عشان الفراغات دي بتبقى ضعيفه شويه ان المسامير تمسك في الخشب نفسه، بس طبعا الصنايعيه والنجارين بيلاقوا ليها حل ان هم بيحطوا نقط زي جلو كده مكان المسمار نفسه فبتسد الفراغات بتاعه الخشب الحبيبي. اسعارهم بقى الـ OSB طبعا زي ما قلنا هو اقوى خامه فيهم وهو اغلى حاجه، بعديه الـ MDF وبيجي بعد كده الخشب اللي هو الشيب بورد. في بعد كده الخشب الكونتر. الكونتر في منه نوعين، كونتر سدايب وكونتر طبقات. السدايب بيبقى عباره عن سدايب خشب طبيعي ملزوقين جنب بعض، خشب طبيعي بقى موسكي او سويدي ايا كان نوع الخشب، خشب طبيعي ملزوقين جنب بعض السدايب دول وعليهم طبقتين ابلكاش، طبقه من فوق وطبقه من تحت ومكبوسين عليها. النوع الثاني اسمه كونتر طبقات، ده طبقات من الابلكاش مضغوطه مع بعضها، وطبعا النوع الثاني ده بيبقى اقوى بكتير من الكونتر السدايب. كده احنا اتكلمنا عن الخشب الداخلي، عاوزين نتكلم بقى على الطبقة اللي بتبقى موجودة عليه اللي ناس كتير بيستغربوا الاسامي وكتر الاسامي، وطبعا بيفتكروا ان كل نوع مختلف تماما عن التاني او في فروقات كبيرة ما بينهم. هنوضحهم واحدة واحدة كده بطريقة تسهل عليكم وتبسط لكم الموضوع وما يبقاش في تعقيد. اول حاجة في الطبقة اللي بتبقى فوق الخشب ده سواء كان خشب MDF او كونتر او ايا كان نوعه،
هنتكلم على الطبقة الميلامين. الطبقة الميلامين دي بتبقى عاملة زي شيت كده محطوط على الخشب أو ورقة، بتبقى طبقة رقيقة جدا يعني ما بتبقاش ليها سمك كبير ولا حاجة، ما تتعداش الواحد ملي حتى. من مميزاتها ان هي بتبقى مقاومة للخدش والاحتكاك، بس طبعا لدرجة بسيطة يعني خدوش بسيطة او احتكاك بسيط بتبقى مقاومة لها. دي طبقة الميلامين. في بقى طبقة بتبقى عبارة عن كذا شيت من الميلامين ده فوق بعض، الطبقة دي اسمها الفورمايكا. ركز كده واحدة واحدة، احنا عندنا في خشب ممكن تلاقي عليه الشيت ده محطوط واسمه الميلامين، الفورمايكا عبارة عن كذا شيت من الميلامين ده محطوطين فوق بعض، فيبقى الفورمايكا افضل واقوى من الميلامين في مقاومه الخدوش والاحتكاك. الطبقه دي طبعا زي ما انتم شايفين كده اللي هي بتبقى القشره اللي محطوطه على الخشب، بيبقى منها طبعا اشكال كتير والوان كتير، وعلى حسب الاشكال دي كمان بتفرق في السعر. يعني في شكل خشب هتشوفه هيبقى كان باترن خشب مطبوعه وملزوقه، لما بتحط ايدك عليها مفيش ليها اي ملمس خشب خالص، ده انت كانك لازق صوره خشب على الخشب الصناعي اللي هو الام دي اف ده. في باترن تانية بتحط ايدك عليها بتحس بملمس الخشب، يعني مكان التجزيع بتاعت الخشب بتحس كأنك بتلمس خشب طبيعي بالظبط. دي طبعا بيبقى سعرها اعلى شوية. في بقى انواع تانية بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن خشب او زي ما شرحنا كده قشرة من الفورمايكا دي، بس عليها طبقة ورنيش، الورنيش ده هو اللي بيديها لمعة وبيبقى مدهون عليها بتقنية اليو في، وده بيبقى اسمه النوع ده كده اسمه الجلوس ماكس. بيبقى لمعانه عالي جدا، مقاوم للاحتكاك، مقاوم للخشب بدرجات اعلى بكتير من الفورمايكا اللي اتكلمنا عليه ومن الميلامين طبعا. وده كمان عشان درجه لمعانه عاليه هتلاقيه جاي ملزوع عليه ستيكر، ملزوع عليه ستيكر بحيث ان انت بتقطع الخشب وبتركب الدولاف وبتجهز حاجه المطبخ كلها وبتعلق المطبخ كمان، وبعد كده تبدا تشيل الستيكر عشان يحافظ على اللمعه بتاعته ويحافظ عليه من النقل طبعا ومن التركيب ان ما يحصلش فيه خدش كبير. هو مقاوم للخدش بس لدرجات بسيطه، انما لو خبطه قويه او حاجه هتاثر فيه. وعيوب الخشب ده، عيوب الاخشاب المصنعه عموما، ان صعب علاجها، مش زي الخشب الطبيعي تقدر ترم الخشب شويه وتقدر تعالجه بكذا طريقه، الخشب الصناعي لا، فهتبقى مضطر انك تغير الضلفه اللي حصل فيها الخبطه دي. وبرده زي ما في منه لامع في منه الوان بتبقى الوان مط، بس دي بتبقى مطفيه تماما ملهاش اي لمعه وبتيجي برده عليها الاستيكر بيحافظ عليه. كل ده بيميز الجلوس ماكس ده عن الميلامين العادي، وطبعا سعره بقى اعلى بكتير. علشان كده في خامه تانية اسمها البي في سي، نفس مميزات الجلوس ماكس كده، بس طبعا السعر بيبقى اقل شويه والكواليتي بتاع الخامه كمان والجوده بتاعتها بتكون اقل شويه من الجلوس ماكس. في بعد كده الاكريليك، وده افضلهم واغلاهم، في نفس المميزات يعني مفيش اختلاف كبير عنهم، نفس المميزات بس بجوده عاليه، يعني مقاومته للاحتكاك اعلى بكتير من الجلوس ماكس، مقاومته للخدوش. وفي ميزه كمان كويسه جدا في الاكريليك، ان انت لو عملت فيه خدش بسيط او لو حصل فيه خدش بسيط بتسيبه زي ما هو، ومع الوقت مع المسح بفوط عليه كده الخدش ده بيروح تماما. ليه؟ لان الخامه هو مش بلاستيك طبعا، بس هي الفكره ان الخامه بتلحم مع بعضها، فمع الوقت، بس دي في الخدوش البسيطه مش في خدش كبير، لما بيكون في خدش بسيط عليه بتسيبه مع الوقت كده بتلاقي الخدش اتدلى تماما والخامه لحمت مع بعضها كان مفيش اي حاجه، ولمعانه بيبقى واضح وبيبقى اقوى بكتير من الجلوس ماكس. طبعا وانت بتشتري بتبقى عاوز تتاكد ان اللي انت واخده ده اكريليك، خلي بالكم النقطه دي مهمه جدا، لان ممكن يكون حد بيبيع لك خامه المطبخ ان ده اكريليك وهو بي في سي، فدي حاجه لازم نركز عليها عشان ما بقاش دافع فلوس ان انا شاري خامه معينه وتجيلي خامه ثانيه، وعلى فكره مش هتعرف الفرق. ليه؟ لان هما احنا قلنا نفس الخواص للخامه دي هي اللي موجوده في الخامه دي، بس الاكريليك اقوى، مقاومته للخدوش افضل، مقاومته لعوامل الرطوبه اعلى، وطبعا اتكلمنا على موضوع ان الخدوش بتلحم تاني، فكل ده بيخليني ادفع فيه سعر اعلى لو انا عاجبني الخامه دي، فما ينفعش اروح ادفع السعر العالي واخد خامه ثانيه رديئه او خامه اقل شويه. ده كده واحد بينصب عليا او واحد بيضحك عليا. بتاكد بقى ازاي؟ بشوف عينه من الخشب اللي هو هيشتغل بيها او اللي هو عامل لي بيها المطبخ، اكيد طبعا بيبقى جايب معاه حته صغيره رف مثلا لسه ما ركبش او حاجه، فما بتلزقش عليه الشريط من الجنب، فبيبقى باين شكل الخشب من الجنب. بتشوف الطبقه بتاعه الدهان اللي هي طبقه الاكريليك اللي هي القشره اللي احنا بنتكلم عليها دي، بتلاقي ليها سمك كبير مختلف تماما عن الميلامين وعن الفورمايكا وعن البي في سي كمان. وبسهوله جدا تقدر تروح اي معرض وتقول له عايز عينه صغيره بتبقى 20 سم كده ملزوق عليها الاكريليك، وتقارن دي بدي وتشوف السمكه دي والسمكه دي، ولو في اي اختلاف او اي مشكله تقدر ترجع لاكتر من حد وتساله هل الخامه دي فعلا اكريليك، عشان ما تبقاش بتدفع فلوس كتير في خامه مش هي الخامه اللي انت عاوزها. يبقى كده الاخشاب دي في الاخر كلهم ليهم هدف واحد، هو مقاومه الخدش والرطوبه والميه، لكن كل نوع فيهم بيقاوم بدرجات متفاوته، اعلاهم هو الاكريليك واقل حاجه اللي هو الميلامين.
كده وضحنا الجزئية بتاعة الأخشاب وأنواعها طبعا ونوع القشرة اللي بتبقى محطوط عليها عشان ما يحصلش لبس عند الناس أو تفتكر إن الأكريليك ده نوع خشب مختلف تماما عن مثلا البي في سي أو البلوس ماكس. لا، دي القشرة اللي فوق هي اللي بتبقى مختلفة على حسب احتياجك. هل أنا محتاج الأكريليك؟ هل لا الأكريليك ده زيادة وأنا محتاج حاجة أقل منه؟ على حسب ما أنت محتاج. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واستنوا حلقات جاية إن شاء الله عن أنواع أخشاب المطابخ وأنواع المطابخ بالتفصيل، سواء بقى الأكريليك، البوليلاك، الجلوس ماكس، الألمونيوم، الخشمونيوم، مطابخ الكلادينج، المطابخ اللي بتبقى الرخام، الخشب الطبيعي، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل وهنوضح عيوبه ومميزاته علشان بعد كده تعمل أو تعملي مطبخك وانت فاهمة كل حاجة وعارفة انت محتاجة ايه بالظبط وعارفة اللي هيجيلك هيبقى عبارة عن ايه عشان ما تلاقيش فيه اي مشاكل في الخشب بعد كده. وعلشان ما يضحكش عليكم بأي اسم من أسماء الخامات اللي بتبقى طالعة جديد في السوق وتفتكر أو اللي بيبيع لك يصور لك إن الخامة دي حاجة نادرة أو حاجة مختلفة تماما عن اللي موجود في السوق، وهي بتبقى حاجة عادية مجرد أسماء بيغيروها وخلاص وكلها أسماء تجارية، وفي حاجات منها بيبقى أسعارها غالية على الفاضي بسبب الدولة اللي هي جاية مستوردة منها. كان معاكم مهندس محمود الشامي، تنسوناش من دعواتكم وتنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.